بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.